لتنفيذ هالموديل رح نكون بحاجة ل ملقط شعر، رباط للشعر، منديل ملون، منديل أسود. بالبداية منوضع هالبكلة لزيادة حجم الشعر ومنغطيها بالرباط العريض. منوضع المنديل الأزرق منثبته بدبوس من كل جهة. منلف طرف المنديل ومنثبته على جنب. مناخد منديل الأسود منجمعه مع بعضه تيصير عنا شكل فولار طويل، ومنوضعه على نص الرأس ومنربطه على الجنب. منجيب الطرف الطويل للمنديل الأزرق ومنلفه حول الرقبة ومنثبته بدبوس. نرجع مناخد الطرف الطويل من المنديل الأسود ومنلفه بهالشكل ومنثبته بدبوس. وهيك منكون دخلنا اللونين الأزرق والأسود مع بعضهم بشكل كتير جميل.